بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم صيام يوم عاشوراء. قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فيستحب للمرء أن يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله، أو يصوم يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده.